التنظيمي في الشركة يا فندم، هل تم عليه أي تغييرات من مستوى سيادتكم ولا هو ثابت كما؟ لا، هو الهيكل التنظيمي حتى الآن ثابت، بس في تفكير في بعض الحاجات اللي احنا بنحس ان احنا لو في دمج او في تقليل، يعني احنا بنحاول نرشد على قد ما نقدر بحيث ان احنا نستفيد من العملاء. انا عندي ال 23 مطار محتاجين موظفين كتير، محتاجين في كل التخصصات، لان هو لو مطار واحد بيبقى كل الناس موجوده فيه، لا انا كل مطار مطلوب تخصصات، فتخيل بقى 23 مطار مطلوب مني، اذا كان عمليات، اذا كان ارشاد، اذا كان تشغيل، اذا كان اتش ار، كل التخصصات مطلوبه في كل المطارات. ده بالنسبه للمطار بيشتغل 24/7، يعني بيشتغل شيفتات، فهو شغال على طول، فلازم العدد ده يعني الموظفين بيبدلوا بعض، فلازم يبقى ضعف القوه، لان ده بيبدل ده، فده هو شغال 12 ساعه، بيشتغلوا شيفتات 12 ساعه و12 ساعه، وبعد كده دول بينزلوا اجازه الناس بتحتل، فده بيبقى ايه، بيمثل عبء اكبر في الموظفين واحتياج لعدد الموظفين. زائد ان لازم ان يكون الموظفين دلوقتي، احنا النهارده بنتكلم على عنصر بشري واهتمام بيه، ودي تعليمات سياده الوزير، ولا يقلو جهد ان احنا التدريب على اعلى مستوى من جامعات عالميه، الاكاديميه الطيران، السلطه، كل ده هم المسؤولين على الكلام ده كله، وهم بيشرفوا على الحاجات دي كلها، بحيث ان الدارس بيتعمل له خطه معينه، بحيث ان هو بيجي بياخد البيزك، وبعد كده بيتعمل له ايفالويشن اثناء شغله، وبعد كده بيخش على المرحله بعد كده الانترميديال بتاعته او المتقدمه. بعد كده لازم الدارس نفسه يتم اختباره عشان استقبله او اكمل معاه تدريبه. لو هو جاهز، ان انا بقيمه قبل الدوره، لو انت جاهز عشان تخش الدوره انا هكمل معاك، مش جاهز لا اخد غيرك اللي جاهز، لان احنا عايزين العنصر المميز او العامل المميز. يا فندم حضرتك بتتكلم عن خطط مستقبليه وتوسعات، دي كلها بتعني بالترجمه الاقتصاديه فلوس، ملايين، مليارات. معروف ان تكلفه انشاء مطار واحد بتكلف مليار او ما يزيد، وفي نفس الوقت سياسه الفريق يونس المصري هي سياده ترشيد النفقات. كيف لسيادتك هذه المعادله الصعبه؟ يعني في خطه الترشيد الى اين وصلت؟ وماذا تفعل امام المطلوب منك في، او بمعنى اصح، التمويل لكل هذه المشروعات؟ والله زي ما قلت لحضرتك كده، هي ايه، يعني ربنا كرمنا ان احنا رغم اللي احنا الانشاءات اللي احنا شغالين فيها والحاجات الثانيه دي كلها والخطط، طبعا انت عارف حضرتك بقى في خطه استثماريه عن كل سنه بتبدا مثلا، بنقول مثلا 18 19 او 19 20، بقى في تخطيط معين مثلا زي رفع كفاءه ممرات، او ودي بتكلف جامد جدا، والممر اصلا بيقعد من 5 لـ 7 سنة ولازم ترفع كفاءته، ودي بتبقى غاليه جدا، يعني بتعدي 300 مليون تقريبا، 300 400 مليون، ده تكلفه رفع كفاءه الممر الواحد. بعد في حاجات تانية، زكاه المباني، المحافظه، الصيانه، طبعا احنا بنتم اعمال الصيانه بتتم كتير جدا عشان نزود المده اللي هي ان انا ممكن اعمل اعاده رفع كفاءة الممر، فالصيانة بتتم في كل التوقيتات في كل حاجة، البنية التحتية كلها، بحيث ان انا بالصيانة بقلل او بزود الفترة الزمنية بتاعتي، وبده بيرشد للنفقات وبيقلل لي في نفس الوقت ان انا بعد كده ممكن اخر الحاجات دي، لكن في حاجات بتبقى لازم عاجلة ولازم دي، لان امن وسلامة الطيران دي نمرة واحد عندنا. حضرتك احنا بنتكلم على مشروعات التطوير، المستقبل بماذا يبشرنا بالنسبة لمطار العاصمة الادارية؟ احنا فتحنا السفنكس، العاصمة الإدارية هو المطار الواعد والكل الأنظار بتلتفت، ماذا عن مطار العاصمة الإدارية الآن؟ هو احنا إن شاء الله العاصمة الإدارية يعني في مخطط إن شاء الله في القريب، يعني إن هو يتم افتتاحه برضه زي مطار سفنكس، وده برضه زي ما حضرتك قلت مطار واعد، وطبعا ده برضه هيقلل الحمل على مطار القاهره، فكل الحاجات دي كلها زي كل دول العالم، كل دول العالم تلاقي مطار رئيسي وجنبه مطارات في خلال في مدى مثلا بنقول مثلا من 100 ل 120 كيلو مطارات ثانيه موجوده برضه، زي بحيث تقلل الحمل على المطارات الكبيره، بحيث تقلل تخفف بقى اذا كان عدد رحلات ركاب، لان كل ده برضه بيبقى تحميل على المطارات. عندنا برضه مطار برج العرب، مطار ده مطار العاصمه الاداريه يا فندم، عايزين نديله حقه، يعني هو هيبقى ساعات كام راكب؟ هو 300 راكب حتى الان، هو 300 راكب. ايوه، وان شاء الله مخطط له برضه نفس اللي هيتم في سفنكس ان شاء الله بعد الافتتاح والمرحله التجريبيه بتاعته، هيبقى برضه مخطط له نفس الحاجات برضه، التوسعه بتاعته والحاجات دي كلها.